ما انا كان لازم اعمل كده علشان الدبوس يملى العين ويبقى مالي مركزه، واللي ياخد قطعه ما يقولش انا عايز التانيه. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف ويستحق التشجيع شجعوني بلايك كتير، ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. معايا كيلو من الدبابيس الحلوه اللي انتوا شايفينها معايا دي، قبل ما بنشتغل فيها او في الطيور عموما بنعمل لها محلول علشان تديني طعم حلو. فتحتها بالمقص زي ما شفتوا معايا، وابتديت ان انا افرغ اللحمه من حواليها، بس ما تنزليش بالمقص كده الفتح لغايه الاخر عشان ما تنكمش معانا. بعد كده ببتدي اروح للمرحله الجايه، بعمل ايه؟ بروح اجيب بقى صينيه حلوه عندك او طاسه، بجيب لها بقى 3 معالق كبار من الزيت، توم بودر، بصل بودر، بابريكا، فلفل اسود، بهارات فراخ، وكمان بضيف لها كاري، بضيف كمان الملح. واول هنا لما تنزلي بالبهارات بتهدي النار خالص، لان انت لو عليتي النار بهارات بتاعتنا هتمرر. وبعدين اروح اعلي النار واضيف الدبابيس بتاعتنا علشان تاخد صدمه وما تفقدش السوائل اللي فيها. تقليبه في الثانيه، تقليبه في الثانيه، وانا هنا مش بسويها خالص ولا حتى عايزاها تاخد تسويه. انا ما بعملش حاجة اكتر من ان انا عايزها تتشرب من التتبيلة، والتتبيلة اللي احنا عملناها ديت تمسك فيها كده كويس جدا وتبقى معاكو بالشكل ده. هتبقى معاكي بالشكل دوت، تروح عاملة ايه، رفعها كلها من على النار وتبتدي تروحي للمرحلة اللي بعد كده. بالمناسبة احنا ممكن نفس التتبيلة ونفس الخطوات اللي احنا بنعملها نعملها لوراك، اجنحة، صدور متقطعة، طبعا اي حاجة عندك ممكن تعمليها. طيب هتعملي ايه يا نشوى بعد كده؟ كان عندي بتنجانية حزينة كده في التلاجة، قلت لها تعالي. ابتديت ان انا اقطعها، بس انا هنا مش هستخدم البتنجانية كلها، هاخد نصها بس، والنص التاني هبقى عينه يوم تاني بقى نعمله مسقعة او ندخلها ايه في اكلاتنا اللي احنا بنعملها. قطعت البتنجانية لشرايح تكون رفيعة، انا مش عايزة الشرايح تبقى سميكة، انا عايزاها تبقى شرايح رفيعة. فتحت التلاجة ولقيت كمان عندي ايه، عندي جزرية حلوة، وكمان في فلفل كمان، ونص فلفلية الوان. جبت كل الخضروات اللي عندي دي، ابتديت ان انا اقطعها مربعات صغيرة خالص. عايزة اقول لكم على حاجة كمان، وانا بصور الفيديوهات او انا بعمل لكم وصفه ما ببقاش في معظم الوقت محضره انا هعمل ايه. يعني ممكن ابقى داخله واقول النهارده هعمل كذا، تطلع لي كده فكره وانا في المطبخ اروح اعمل لكم حاجه تانية جديده زي اللي هتشوفوها معايا النهارده كده. قطعت الفلفل والجزر والبتنجان، ورحت بقى على الصينيه اللي حمرنا فيها الدبابيس، ضفت معلقه كمان من الزيت، وابتديت ان انا انزل بكل الخضروات دي في نفس الصينيه مع التتبيله اللي هي فيها، واقلب قلب تقلبتين لحد لما الخضار اللي معانا ده يدبل خالص. بس قبل ما يدبل معايا بضيف له حاجه بسيطه، يعني رشه من الفلفل الاسود وكمان رشه من الملح، وما تضيفيش حاجه تاني على كده، حلو كده قوي. تقلبتين وطولي بالك كده على النار، وتعالوا نروح نرفع حلة على النار فيها مية تكون سخنة جدا جدا، هضيف لها معلقة كبيرة من الملح، وكمان هننزل بكيس الا ربع من المكرونة. هنا تختاروا المكرونة اللي انتوا بتحبوها، اي شكل بتحبوه ممكن تعملوه. انا اخترت الحقيقة القواقع ديت، عجبتني وكمان الولاد بيحبوها جدا. الخضار بتاعنا بقى جاهز، اللهم بارك، ودبل كده معايا، وبقى جاهز ان انا اكمل فيه بقية الايه الوصفة بتاعتي. بروح بقى اجيب معلقة صغيرة من التوب، وكمان اقلب التوم كده، انا مش عايزاه يتحمر خالص، انا يدوب اشم ريحته كده. وبعدين اروح ضايفه عليهم كوبايه من الميه، ضايفه فيها معلقتين كبار من معجون الطماطم، واقلب تقلبتين، اسيبهم يغلوا على النار. وبعدين لما احس ان الطماطم سبكت معايا شويه انزل بالمكرونه على طول. بالمناسبه انا ما بصفيش المكرونه في ميه واغسلها، انا يدوبك بشيلها من على الحله من النار على التسبيكه اللي احنا عملناها على طول. نروح للدبابيس بتاعتنا ونضيفها في ايه، في بضايا عليها معلقتين كبار من الحليب، ملح وفلفل اسود، واللي معايا دوت فيجيتار، وكمان عليهم بقسماط، والبقسماط ده يا جماعة اللي هو الخبز محمص ومطحون، ده البقسماط الناعم. بضيف هنا في البيض الاول وبعدين البقسماط بالفيجيتار، والفيجيتار دوت لاخواتنا الغير المصريين هو عبارة عن مجموعة من التوابل بنضيفها على البقسماط عشان تدي طعم حلو. طاسة عندك حلوة على النار فيها زيت يكون ساخن جدا جدا، ومش شرط ان هو يكون غزير، وتبتدي تنزلي بالدبابيس بتاعتنا. انا قلبي مرتاح ومطمن، عارفين ليه؟ اصل الدبابيس بتاعتنا مش هتفقد سوائل او هيبقى فيها كده حاجات مش لطيفه، اكيد انتوا فاهميني. لا، دي التسويه بتاعتها تبقى مية مية، ومش هبقى قلقانه خالص. وادي المكرونه الحلوه بتاعتنا، وهتشوفوا بقى طعم وريحه وجمال، وتقولوا الله الله عليك يا نشوتي. عايزاكم كلكم تجربوا فكرتي النهارده، فكره لطيفه وحلوه وكمان مغذيه لاولادنا، ويعني خرجنا شويه عن المألوف. انا كده خلصت فيديو النهارده، لو شايفين ان فيديو النهارده عجبكم اعملوا له لايك كتير وشير كتير، منشنوا اصدقائكم اللي عندهم ولاد صغيرين وبيحبوا الاكلات الحلوه دي. بحب
بحبكم جدا جدا، اشوفكم بكرة ان شاء الله في وصفة جديدة مع مطبخ نشوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.